شيعي يعني انت بتري ولست شيعي. شيعي ابن شيعي. لا بتري. لان انت حاجيك. انت قول الامام الصادق عليه السلام ينطبق عليك. من ينتحلون مودتنا اهل البيت. خلنا خدمك اخذ جنابك. نعم. اخذ جنابك. احنا ليش ما نرضى انسان يسب علي بن ابي طالب؟ ليش؟ ليش ما ترضى؟ احنا نرضى واحد يسب علي بن ابي طالب اشقي نصين غير؟ ايه. ليش؟ لو نموت ولا ننتصر على قولة الحسن نصر الله، لو اما نموت اما ننتصر. ايه. انا اخلي واحد يسب علي بن ابي طالب، اذا احنا اما نقبل على رواحتنا نخلي انسان هم اما يروح على رواحتهم يسب عمر احنا اما نرضى. اذا انت ينطبق عليك قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، من تأثم، اسمع وافهم عدل، من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. يعني أنت اليوم، يعني أنت اليوم، بس احنا ما نقدر نقول الله لا، أنت اليوم تحل عليك لعنة الله لأنك تأثمت أن تلعن من لعنه الله. أنت لا ترضى بلعن عمر وقد لعنه الله، فترضى بأن تحل عليك لعنة الله؟ لا شلون؟ ها رسول الله يقول لك إذا اسمع أبو سجاد، أبو سجاد اسمع، اخفض على التلفاز أبو سجاد لو سمحت، وإلا أنهي معك المكالمة. اخفض على التلفاز نهائيا، اخفض على التلفاز يا أبو سجاد. أفتهمك أبو، أخدم جنابك. أنا صوتي، شكرا لك أبو سجاد مخرج، يا تأخذونه تفهمونه أنه يخفض على التلفاز.